السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس القراءة. درسنا اليوم بعنوان نصيب العربي في حضارة العالم لعملاق الفكر العربي عباس محمود العقاد. ونتكلم في هذا الدرس عما أسهمت به الحضارة العربية في تاريخ البشرية، وبيان نصيب العرب ودورهم العظيم في تاريخ الحضارات. ونبدأ بالآتي: هل كان للعرب دورا في حضارة العالم؟ سؤال يخطر دائما ببالنا، وقد نستطيع أن نجيب عليه من خلال دراستنا لهذا الدرس. فلا بد أن نعرف نشأة العرب وتاريخهم منذ القدم، كما يجب علينا أن ندرس تأثير حضارة العرب على الحضارات الأخرى ومعرفة المكان والزمان الذي وجدت به الحضارة العربية بين حضارات العالم. فهيا ننطلق إلى دراسة هذا الدرس الشيق الممتع. فإذا أردنا الدخول إلى الدرس لابد من معرفة الكاتب، فالكاتب هو عملاق الفكر العربي عباس محمود العقاد. ولد عباس محمود العقاد في أسوان عام 1889، وتوفي بالقاهرة عام 1964. والعقاد أديب ومفكر وصحفي وشاعر مصري، كما أنه كان عضو سابق في مجلس النواب المصري وعضو في مجمع اللغة العربية. ولم يتوقف العقاد عن إنتاجه الأدبي برغم كل الظروف القاسية التي مر بها، حيث كان يكتب المقالات ويرسلها إلى مجلة فصول، كما كان يترجم لها بعض الموضوعات. ويعتبر العقاد من أهم كتاب القرن العشرين في مصر، كما ساهم بشكل كبير في الحياة الأدبية والسياسية، وأضاف للمكتبة العربية أكثر من 100 كتاب في مختلف المجالات. كما اشتهر العقاد بمعاركه الأدبية والفكرية مع الكثير، مثل الشاعر أحمد شوقي والدكتور طه حسين عميد الأدب العربي والدكتور زكي مبارك والأديب مصطفى صادق الرافعي والدكتور العراقي مصطفى جواد والدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. كما اختلف مع أصدقائه وزملائه في مدرسته الشعرية، مثل الشاعر عبد الرحمن شكري، وأصدر كتابا من تأليفه مع المزني بعنوان الديوان، هاجم فيه أمير الشعراء أحمد شوقي وأرسى فيه قواعد مدرسته الخاصة بالشعر. فهيا الآن أحبابي نبدأ في درسنا الخاص بهذا اليوم. نصيب العربي من حضارة العالم هو عنوان درس اليوم، وكما ذكرنا أن الدرس يدور حول فكرة أن العرب لهم حظ كبير ودور عظيم في حضارة العالم. فلا بد من معرفة أين وجد العرب ومتى وجدوا. وجد العرب في الأقاليم المتوسطة بين القارات الثلاث، قارات العالم القديم. يبقى وجود العرب، قلنا وجد العرب قبل أن يوجد اسمهم، فقد كانت الأمة العربية بين شبه الجزيرة العربية ووادي النهرين وبادية الشام. كانوا يتنقلون بين شبه الجزيرة العربية ووادي النهرين وبادية الشام ومغاني النبط في شمال الحجاز، وكل هذه الأماكن توجد شرقي مصر. كما أن الأمة العربية عرفت بهذا الاسم بعد الدعوة الإسلامية، وإن لم يكن هذا الاسم حديثا عليها، لأننا كما نعرف أن الأسماء تولد عادة بعد مولد صاحبها. فإذا أن الأمة العربية توجد قبل أن يوجد اسمها، فالآن عرفنا أن الأمة العربية قديمة قبل اسمها، لأننا كما نعرف أن الاسم يأتي بعد ميلاد صاحبه. ثم لابد من معرفة أن الحضارة العربية لها دور كبير في ذكر أيام الأسبوع. كيف ذلك؟ إذا عرفنا أن المراجع الموجودة والأسانيد ترجع الفضل في ذكر أيام الأسبوع إلى الحضارة العربية التي قسمت الأيام إلى أسابيع، وقسمت الأسبوع الواحد على مطالع الكواكب.
وكما نعرف أن الكثير من الأمم الغربية حتى الآن تستخدم اللغة العربية وتستخدم ألفاظها في ذكر وتسمية الأيام كما سماها العرب، مثل أن العرب كانوا يسمون الأربعاء بيوم عطارد، فيفعل الغربيون هذا الشيء الآن، فيسمون الأربعاء بيوم عطارد، ويسمون الخميس بيوم المشترى، كما يسمون الجمعة بيوم الزهرة، ويسمون السبت بيوم زحل، ويجعلونه نهاية المطاف، والمطاف هو المدار الذي تدور فيه الأرض مع الكواكب. ثم أحبابي نذهب الآن إلى دور العربية واختلاطها باللغات الأوروبية. إذا نظرنا إلى اللغات الأوروبية سوف نجد أن هناك الكثير من الألفاظ العربية شائعة في الحياة الخاصة والعامة للأوروبيين والغربيين، فهذا يدل على أثر الحرب في الحضارة الأوروبية، حيث انتقلت الألفاظ العربية وشاعت كلمات كثيرة جدا في حياة العوام والخواص وحياة المتعلمين وحياة الجهلاء في الغرب، نقلت من اللغة العربية في كل مناحي الحياة، مثل بعض الأسامي التي انتقاها أو انتقلت إلى الأوروبيين، مثل كلمة العود والنقارة والربابة والمفتاح المفتاح أو الإقليد بأسمائها وحروفها العربية كما هي، كما أنهم أخذوا بعض الألفاظ الأخرى وسموا القهوة باسمها في لغة الضاد. ومما لا شك فيه أن هذه الكلمات المعيشية تدل على أثر واسع من ذلك الأثر بكثير، لأن هذا كما ذكرنا يمتد إلى حياة العالم والجاهلي، وإلى المدرسة وإلى البيت وإلى ضرورات الكساء والغذاء وإلى الجد واللعب. ثم ننتقل بعد ذلك إلى دور الحضارة العربية في ذكر الأرقام، لا سيما أن العرب لهم دور عظيم جدا في ذكر الأرقام وفي ذكر الحروف، حيث إذا نظرنا إلى هذه اللغات سوف نجد أن هناك الكثير من الحروف والأرقام مأخوذة كما هي من اللغة العربية، ولا سيما رقم الصفر الذي تذللت به وتسهلت به كل صعوبات الرياضة القديمة جميعا. والدليل على ذلك أننا إذا رجعنا إلى حجر سيناء الذي دون عليه كل شيء، كما إذا عدنا إلى الأبجدية في بلاد النبط في الشمال وبلاد اليمن في الجنوب، ثم سريانها إلى أمم الشرق والغرب من هذين الطريقين. وبعد ذلك لابد من معرفة دور العرب في الطب والكيمياء، كان للعرب دور عظيم جدا، حيث لخصت جامعات الغرب مثل جامعة لوفان أنه لم تعرف الجامعات الغربية إلى القرن السابع عشر مرجعا للطب والعقاقير أفضل من كتب الرازي وابن سينا والحسن بن الهيثم، وأن الأطباء العرب صححوا آراء بقراط وجالينوس في التشريح ووظائف الأعضاء وفي الكيمياء. ويكفي أننا نذكر أن القلويات حتى الآن معروفة باسمها العربي، ومن أهم هذه الحوامض حمض ماء الفضة الذي لم يعرف وصفا في كتب الغرب قبل كتاب جابر بن حيان، كما أن هناك ملح البارود من تحضير تلميذ العرب روجرز باكون. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحضارة الغربية، الحضارة العربية والأدب الغربي. على الرغم الكبير والاختلاف الكبير بين اللغة العربية واللغات الغربية، إلا أن معظم أدباء الغرب مدينون لقصص ألف ليلة وليلة، مثل بوكاشيو الإيطالي في صباحاته العشرة، كما أننا نجد سيرفانتير الإسباني في دون كيشوت، وشكسبير الإنجليزي في رواية العبرة بالخواتيم، ودانتي الإيطالي في القصة الإلهية، نجد أنهم مدينون للعربي لقصص ألف ليلة وليلة وحكاية ابن طفيل وغيرهما. وهكذا نعرف أن العرب كان لهم السبق في مجالات عديدة جدا تأثر بها الغرب. وبعد ذلك ننتقل
إلى حضارة العربي ووجودها الزماني والمكاني. من خلال ما درسنا في عجالة سريعة عن نصيب العرب من حضارة العالم، نعرف أن العرب كان لهم دورا عظيما ودورا مجملا في حضارة العرب. وكل ما نبغيه من هذا العرض السابق أن نبين فضل العرب على غيرهم من الحضارات الأخرى، وأن نجبرهم على الاعتراف بفضل العرب في كافة المجالات التي اقتبسوا منها من العرب. نعود إلى الحضارة العربية زمانا ومكانا. ذكرنا أن الحضارة العربية كانت تتمتع بمكانة عظيمة جغرافيا، حيث وجدت في المكان الموجود بين الشرق والغرب، مكان متوسط بين الشرق والغرب، حيث توسطت الأرض وتوسطت قارات العالم الثلاث. قارات العالم الثلاث كما ذكرنا أنها هي قارات العالم القديم، ألا وهي آسيا وأوروبا وأفريقيا. ونجد أن العرب توسطوا في الزمان أيضا بين حضارات القرون الأولى وحضارات القرون الحديثة، حيث أن العرب وجدوا قبل أن يذكر أو يطلق عليهم كلمة العرب ويعرفوا كأمة واحدة، فكانوا يتنقلون بين أماكن كثيرة جدا في بلاد الحجاز وفي بلاد الشام، ويتنقلون في حضارة متوسطة في مكانها بين الشرق والغرب، متوسطة في زمانها بين حضارات القرون الأولى وحضارات القرون الحديثة من أواسط القرن التاسع عشر إلى الآن، وفي زمان لا تعرف بداءته إلى الآن، لا نعرف متى بدأت حضارة العرب على وجه التحديد، ولكن كما ذكرنا أن العرب لهم دور عظيم في حضارات العالم وفي مجالات عظيمة، وأن العالم الآن يجب أن يعترف بفضل العرب وأن يعترف بما أخفوه وراء السدود عن حضارة العرب. وفيما يلي خلاصة لما ذكرناه في الدرس. كما ذكرنا أن الحضارة العربية نشأت في الأقاليم المتوسطة بين القارات الثلاث منذ ما يزيد على 40 قرنا من الزمان، وتعود جذور العرب إلى الأصول العريقة منذ أقدم العهود التاريخية، والتي تقوم على الانتقال بين حضارات الشرق والغرب في الشمال وفي الجنوب بين الشام والحجاز واليمن. كما أننا نتطلع كل يوم قبل بدء أعمالنا يؤكد أثر الحضارة العربية قبل ألوف السنين، حيث أنها قسمت الأيام إلى أسابيع، وقسمت الأسبوع الواحد على مطالع الكواكب، وما زالت الأمم الغربية تحتفظ اليوم بهذا الأثر في تسمية أيام الأسبوع، كما كان للحضارة العربية نصيب كبير في الحضارة الغربية وفي لغاتها، بدليل الوجود للألفاظ العربية المأخوذة من اللغة العربية إلى غيرها من اللغات، خصوصا الكلمات التي تتصل بمعيشة الناس في حياتهم. وكان للعرب أثر كبير في الرياضيات بما أبدعوا فيها من إبداعات ذللت للعالم الكثير من الصعوبات، مثل اختراع الصفر الذي حل مشاكل الرياضيات قديما وعلم الجبر على يد العلماء العرب. ومما يدل على براعة العربي في الطب والكيمياء أن مؤلفات علماء العرب القدامى كانت وما تزال مراجع يعود إليها الغربيون حتى الآن في حياتهم. وبهذا أعزائي الأحباء تكون انتهينا من شرح اليوم.